سؤال وجيه وعلاش نضحك خاطر البارح برك كان لي لقاء مع فريق ماهوش سر فريق من مدرنا جاءوا معتها المسؤول التجاري والمسؤول الطبي على مودرنا وتحدثنا في الموضوع. احنا تعرفوا بالقداء اليوم 18 فيفري بمناسبة زيارة السيد رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد الجنيف تم الإعلان على أن تونس من جملة 6 بلدان معتها باش تاخو ولا يتم معتها الترانسفير دو تكنولوجي نقل التكنولوجيا على غير ميساجي. لكن أنتم تعرفوا وحكينا فيها من قبل راهو مع الكسب هذاك العظيم والكبير برشا رانا بدينا نخدمو معتها أون باراليل كما يقولوا عنا إتيود دو فيزابيليتي معتها شكون باش يصنع التلقيح الفيل أند فينيش اللي نعبيو التلقيح هذاك راهو نجمو نعملوه أتو مومون. لكن احنا نحبوا بالحق معتها تصنيع التلقيح ضد الكوفيد ضد أمراض أخرى. هذه الحاجة اللي مش حكاية ما نقولوش عليها ما يظهر لي سنستكم اللي ما نقول ولا حاجة كان ما تبدأ مريقلة باهية معناتها ما همش أسرار لكن نحبوا نخدموا ما نقولش نخدموا في الخفاء نخدموا كما قلت لكم قبيلة احنا نخدموا كلنا نخدموا كما انتم دايو نخدموا باش ننجحوا في التلقيح تصنيع التلقيح لكن كذلك تصنيع العديد والعديد من الأدوية لتونس وإلى التصدير إن شاء الله. Thank you.